أنا لنتحدث عن آخر العواجل والأخبار الواردة، وهي سقوط صاروخ بين القدس وتل أبيب. تفاصيل أكثر، وخاصة سماع دوي انفجارات ضخمة أيضا في تل أبيب. نعم، بعد التحية ما زلنا نستمع إلى دوي انفجارات قريبة من مدينة القدس وتحديدا من جبال القدس الغربية عين رافة وصوبة. كان هنالك مشاهد تظهر وقع هذه الانفجارات بالرشقات الصاروخية، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في مدينة القدس المحتلة ومن بعدها في تل أبيب وضواحيها وجنوبها. نتحدث أن هنالك انفجار أيضا قد لوحظ في مطار بن غوريون، مطار اللد الدولي، وكان هنالك هلع وذعر لكل من تواجد في المطار وانسحبوا للاختباء من هناك بعد وقوع انفجار بالقرب من المخرج الرئيسي تيرمينال 3 في مطار اللد. نتحدث أيضا أن هنالك العديد من الانفجارات بالقرب من بيت لحم غوش عطسيون، وهي المستوطنة الجاثمة هناك ما بين القدس والخليل، أيضا سمع فيها صفارات الإنذار. وهنالك غوشدان أيضا مستوطنة في تل أبيب كان فيها وقع انفجارات كبير. حتى اللحظة ما زالت هذه صفارات الإنذار تضوي في العديد من المناطق الفلسطينية المحتلة كما ذكرنا على رأسها القدس وتل أبيب. ولربما يعني الانفجارات التي حدثت في شارع رقم واحد هي الأخطر، هذا يعني بأن هذا الشارع رقم واحد وهو شارع الهدنة الذي فصلت وقسمت فيه إسرائيل البلاد ما بين مناطق محتلة عام 48 وبين مناطق محتلة عام 67، هذا الشارع أيضا الرئيسي الذي يمتد إلى تل أبيب كان قد سمعت صفارات الإنذار فيه ودوي انفجارات حدثت في المكان. إذن هنالك أيضا صفارات الإنذار الآن في عسقلان وفي سديروت وفي أشدود والعديد من مستوطنات غلاف قطاع غزة المستهدفة من قبل رشقات صاروخية ضخمة. كتاب القسام تحدثت الآن في بيان عاجل بأن هنالك ما يزيد على 120 صاروخ كانت قد أطلقتهم من يعني قطاع غزة إلى المناطق ومستوطنات غلاف غزة إسنادا لوحداتها العاملة هناك. هذا يعني استمرارات واستمرار الاشتباكات المسلحة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي الذي حشد بآلياته وجباته العسكرية على الحدود الشرقية. ولربما هذا يقرب معادلة الاجتياح البري العسكري الذي كانت قد أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية مؤخرا أمس بأنه سيكون بالفعل هنالك اجتياح بري وعسكري. الطائرات الحربية ما زالت تحوم في سماء مدينة القدس، إما طائرات استطلاع وإما طائرات تنقل الجنود المصابين إلى المشافي الإسرائيلية. نتحدث الآن في هذا الخبر العاجل أن هنالك إصابات في صفوف الجنود ومستوطني الاحتلال في سقوط قذائف على سديروت، إصابات مباشرة أيضا لمباني في أسدود وفي عسقلان. إذن حصيلة الجرحى الإسرائيليين في ارتفاع نتيجة الاستهداف المتواصل سواء للمباني أو للأراضي المفتوحة هناك. نتحدث عن إصابات في صفوف المستوطنين في سديروت وإصابات لمباني في أسدود وفي عسقلان. وهذه الضربات التي وجهتها كما ذكرنا كتائب القسام ب 120 صاروخ ردا على قصف البيوت المدنية. هذا يتزامن أيضا وهذه الضربات كان هنالك تصريح خطير صدر من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال بأنه سيعمل على محاصرة غزة وفرض حصار شامل على قطاع غزة. نعم. يشمل الحصار إغلاق الحواجز والمعابر، عدم إدخال لا الطعام ولا الكهرباء ولا الماء ولا المياه ولا كل مستلزمات الحياة الصحية. ويعني كان هنالك ألفاظ نابية استخدمها في هذا التصريح وعفوا على هذا القول، ولكن اقتبس قوله بأنه يتعامل مع حيوانات بشرية في قطاع غزة وبأنه سيعمل جاهدا على محو كل هذه العمليات الإرهابية. نعم. من هناك نتحدث أن في هذه اللحظة يعني قوات الاحتلال تنتشر أيضا في شوارع مدينة القدس عقب سقوط هذه القذائف الصاروخية كما ذكرنا في عين رافة في صوبة. هل معروف أين سقطت هذه الصواريخ أو ما هي أهدافها دانا، سواء كان في القدس؟ نعم. أو في تل أبيب؟ دائما ما تلوح فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها وتهدد بأن إذا استمر القصف على قطاع غزة فأنها ستصل صواريخها إلى تل أبيب والقدس لحساسية المنطقتين لدى الحكومة الإسرائيلية وللمنظومة الأمنية العسكرية. أثناء انعقاد جلسة للمجلس الأمني في الكنيسة الإسرائيلية
سمعت صفارات الإنذار، وهذه تحمل رسائل مفادها بأن فصائل المقاومة بصواريخها قادرة على الوصول على في عقر دار الحكومة الإسرائيلية بالقرب من الكنيسة الإسرائيلية وأثناء عقد اجتماعاتها وفي تل أبيب، حيث تحصل إحاطات أمنية ومشاورات أمنية هناك برئاسة كبار قادة السياسة الإسرائيلية. لذلك لافت في هذه المرة وفي هذه الحرب بأن فصائل المقاومة بدأت أصلا ضرباتها إلى مستوطنات غلاف غزة وإلى تل أبيب والقدس. 7 مرات سمعت صفارات الإنذار في اليوم الأول في استهداف مدينة القدس بالرشقات الصاروخية. يعني أمس كان هنالك هدوء من صفارات الإنذار في مدينة القدس، فحسبت يعني الحكومة الإسرائيلية بأن القدس خارج مربع هذا الاستهداف، ولكن من جديد اليوم عادت المقاومة الفلسطينية وضربت مدينة القدس كما ذكرنا، تحديدا في جبال غرب القدس. نتحدث عن عين رافع، عن صوبة، أبو غوش، ونتحدث أيضا عن شارع رقم 1، وهي المناطق التي شهدت ورصدت فيها أثار لانفجارات في تلك المناطق. الآن وأنا أتحدث معك أيضا وسائل الإعلام العبرية تقول أن صفارات الإنذار تدوي من جديد في مستوطنات غلاف غزة، هذا يعني بأن هنالك استمرار لهذه الرشقات الصاروخية. إذا سمحت لي فقط، وردنا هذا أيضا البيان العاجل من إذاعة الجيش الإسرائيلي، ولذلك سأقصه من الهاتف بسبب وجوده باللغة العبرية. يتحدث هذا البيان عن عقد اجتماع بين ممثلي معسكر الدولة والليكود بشأن تشكيل حكومة طوارئ، وهذا ما كنا نتحدث عنه في بداية تغطيتنا، الحديث عن حكومة وطنية، حكومة الطوارئ للتعامل مع الحرب بين عنصري وبين فصيلي المعارضة واليمين في الحكومة الإسرائيلية. كان هنالك نقاط رئيسية تحدث عنها هذا البيان لمعسكر الدولة، وتم يعني الحديث عن تشكيل حكومة حرب موحدة طوال مدة هذه الحرب، ويكون فيها التأثير والتمثيل المؤثر لأعضاء معسكر الدولة، ويكون الوزراء المعينون أيضا نيابة عن رئاسة الوزراء أعضاء فيها. وإذا انضمت أحزاب أخرى، وبهذا يقصد هذا البيان المعارضة الإسرائيلية، فسيتم توسيع حكومة الحرب أيضا وفقا للمعطيات، وسيتم تفويض معظم صلاحيات إدارة الحرب إلى هذه الهيئة التي ستتشكل جديا لربما خلال ساعات قليلة، وأن خلال فترة ولاية حكومة الطوارئ لن يكون هنالك تشريعات في الكنيسة. ونحن نتحدث أن الكنيسة على أعتاب بدء الدورة الشتوية، وذلك بعد انتهاء فترة العطلة الصيفية في الكنيسة الإسرائيلية. وقال هذا البيان أنه لا يشترط تعيين وزراء تنفيذيين، بل فقط وزراء دون حقيبة. هذه الحكومة ستشمل وزراء دون حقيبة طيلة فترة الحرب فقط، وذلك من خلال أنهم سيقدمون الدعم الكامل للحكومة والمؤسسة الأمنية في إدارة الحملة، وسيساعدونها على الخروج من كل هذه المطبات. إذن تم تجاوز ما تحدثنا عنه دانا في الصباح، غير جدية اليوم بعد هذا البيان، هنالك تأكيد بأنه لربما سيكون هنالك حكومة وطنية لمجابهة الحرب وما يحصل في قطاع غزة. إذن كما تحدثنا صباحا دانا بأن هناك كان اشتراطات بإقالة بعض الوزراء، في هذا الاجتماع على ما يبدو بأنه تم تجاوز هذه الشروط أو التنازل عنها في سبيل الوصول إلى حكومة حرب أو حكومة طوارئ لمواجهة المقاومة الفلسطينية. نعم، قبل الإجابة على سؤالك فقط دعيني أورد هذا الخبر العاجل. الإسعاف الإسرائيلي يؤكد 3 مصابين في عسقلان جراء إصابات مباشرة من قبل صواريخ المقاومة الفلسطينية واستمرار صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. في العودة إلى سؤالك، كنا قد تحدثنا في التغطية الصباحية حول هذا الموضوع، وأن هنالك شروط يترأسها لبيد بأن يتم إقالة وزير الأمن القومي ووزير المالية إتمار بن كبير وسموتريتش من هذه الحكومة يعني الإتمام الحكومة الوحدة الوطنية. ولكن بعد هذا الاجتماع وبعد هذا البيان الذي صدر الآن، نتحدث أنه لربما بالفعل تم تجاوز هذه النقطة، أو أنه لم يتم التطرق إليها أصلا وفق هذه البيانات التي طرحت في هذا البيان. ولربما الحديث بالفعل أن سيكون هنالك وحدة وطنية بعيدا عن كل هذه التجاذبات السياسية وفي داخل الكنيسة الإسرائيلية، والتركيز فقط ليس على المصالح السياسية بل على الوحدة الوطنية، في رسائل أيضا تحاول الحكومة الإسرائيلية إيصالها إلى الشارع الإسرائيلي المستاء من الوضع الأمني في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن
هنالك وحدة وطنية وسنزيل هذه التجاذبات السياسية لإنقاذ إسرائيل وللحفاظ على أمن وأمانة المستوطنين. لذلك من المتوقع أن تصدر تصريحات أوفى بتفاصيلها بتفاصيل إقامة هذه الوزارة وهذه الحكومة ومن هم أصلا الوزراء المشاركين في تشكيل هذه الحكومة لإدارة الحرب مع قطاع غزة. ولكن دانا بالتأكيد يعني بعد هذه الصواريخ التي يعني تم إطلاقها باتجاه مدينة القدس ونحن كما ذكرتي نعلم والجميع يعلم بأن القدس يعني لها حساسية سواء كان يعني للشارع الإسرائيلي أو للشارع الفلسطيني من ناحية ثانية، فإطلاق صواريخ ووصولها إلى القدس لعله يثير أكثر الشارع الإسرائيلي اليوم ويثير مخاوفه أكثر بأن يعني القدس التي كانت على الدوام محصنة من المقاومة الفلسطينية. المستوطنون الذين يقطنون في مدينة القدس وفي مستوطنات القدس دائما ما يضعون نفسهم خارج دائرة هذه الحرب وذلك بسبب بعدهم الجغرافي نوعا ما عن مستوطنات غلاف غزة وبأن المستوطنين القاطنين في مستوطنات غلاف غزة هم الأكثر تضررا، لذلك لا يكون هنالك بالفعل ضغط من الشارع الإسرائيلي في القدس على الحكومة الإسرائيلية، ولكن دخول مدينة القدس منذ اللحظة الأولى لهذه الرشقات الصاروخية في دائرة الحرب هذا يعني فتح جبهات مختلفة على الحكومة الإسرائيلية وبأنها اليوم مسؤولة على أمن هذه المستوطنات وهؤلاء المستوطنين ليس فقط في مستوطنات غلاف غزة بل في مدينة القدس. ونحن قلنا بأن للقدس حساسية سواء دينية للفلسطينيين أو أمنية بالنسبة لوزراء الحكومة الإسرائيلية كون معظم الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يقطنون في هذه المستوطنات في مدينة غزة وبوجود الكنيسة البرلمان الإسرائيلي وهي من أهم مؤسسات الدولة الإسرائيلية الموجودة في مدينة القدس، رئيس الوزراء الرئيس الإسرائيلي جميعهم يقطنون في مدينة القدس. وصول صواريخ المقاومة إلى هذه النقاط وإلى هذه البقعة يعني بأن رئيس الوزراء الرئيس الإسرائيلي ووزراء وأعضاء الكنيسة هم تحت دائرة الخطر وباستهداف رشقات صاروخية متواصلة، وهذا ما شاهدناه في مقاطع فيديو توضح ذعر هؤلاء الأعضاء خلال انعقاد جلسة في الكنيسة الإسرائيلي. هذه رسالة مفادها بأن فصائل المقاومة الفلسطينية طورت من ذاتها طورت من عدتها وعتادها وبأن صواريخها بعيدة المدى تستطيع أن تصل إلى كل أنحاء البلاد وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا قد يزيد الحكومة الإسرائيلية يعني المزيد من العند، وأيضا عندما نتحدث اليوم عن طلب إضافي من الولايات المتحدة لتقديم دعم لإسرائيل وبالفعل تم تحريك يعني مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى شرق البحر المتوسط، يعني كيف يرى الشارع، هل يشعر الشارع الإسرائيلي بمزيد من الأمان مع الدعم المتواصل للولايات المتحدة أم المخاوف أيضا من هذه الحرب القادمة والتي قد تكون الأعنف منذ يعني منذ سنوات؟ ما يعني أهم ما يريد الشارع الإسرائيلي اليوم هو الحفاظ على أمن حياتهم وعلى إرجاع المفقودين منها، لذلك هنالك ضغوطات على الحكومة اليمينية الإسرائيلية بضرورة وجود حلفاء تساعد إسرائيل على إعادة المفقودين وعلى إعادة الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. لا يهم الشارع الإسرائيلي كثيرا كل هذه التحالفات السياسية والاستراتيجية، ولكن الأهم بالنسبة لها على أرض الواقع هو الحفاظ على الأمن والأمان. وبعد تحميل بنيامين نتنياهو بأنه هو من جر المنطقة إلى مربع العنف كما أطلق عليه في الأوساط الإسرائيلية وحتى اليمينية منها، لذلك يحاول جاهدا بنيامين نتنياهو أن يخرج في رسائل مقتضبة قصيرة يطمئن فيها الشارع الإسرائيلي ويحاول استقطاب مشاعر العالم بالرسائل التي يعرضها بأن في عشية الأعياد وبأن أطفال ونساء كانوا يفرحون في هذا الأعياد متناسيا كل إجراماته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني والمدنيين، ويحاول استعطاف الشارع سواء الغربي أو حتى الإسرائيلي، وهذا ما حدث فعلا بإرسال مساعدات حربية عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل. ولكن المحلل العسكري الإسرائيلي وحتى الفلسطيني يقول بأن لأمريكا أهداف استراتيجية أخرى متمثلة ب
بأنه لربما يكون هنالك تدخل من إيران في هذه الحرب التي أعطت الضوء الأخضر لحماس ولفصائل المقاومة بإتمام وشن هذه الرشقات الصاروخية، وذلك بعد اجتماع قادة من حماس مع قادة من إيران في يوم الاثنين الماضي. لذلك هنالك ربط بأن هذه الأحداث يتديرها إيران، وبأن هنالك خطر على الشرق الأوسط ومن ثم على أمريكا من خلال إدارة إيران لهذه الأزمات التي تؤثر على الشرق الأوسط. لذلك أرسلت كل هذه التعزيزات العسكرية والحربية، وكون إسرائيل دولة حليف على الرغم من وجود يعني بعض يعني الإخفاقات بين إدارة بايدن وبنيامين نتنياهو الذي لم يستدعيه حتى الآن إلى البيت الأبيض، ولكن اليوم المفارقة بأنه استجاب لهذه الدعوات، أدان كل ما يحدث من قبل قطاع غزة، وأعطى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، بل وأرسل إسنادات مالية وعسكرية. يعني اليوم نتحدث دانا عن فرض سلطات الاحتلال إغلاق شامل على المحافظات الشمالية بالضفة الغربية من ناحية، وفرض طوق وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. في المقابل المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ إلى وسط مدينة القدس، وأيضا يعني بالتأكيد هناك دلالة للصواريخ التي تصل إلى مطار بن غوريون أو مطار اللد. يعني هل هذا يعني بأن المقاومة الفلسطينية تزيد في قتالها مع الجيش الإسرائيلي، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ هل هذه الصواريخ ردا على إغلاق الذي تفرضه القوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد من قبل المقاومة بأنها ماضية فيما تقوم به من يعني عمليات مقاومة؟ الصواريخ التي وصلت إلى القدس وتل أبيب نؤكد بأنها بعيدة المدى، أو أن هناك تطور معين في صناعة هذه الصواريخ مقارنة في الحروب السابقة، وبأنها تؤكد لإسرائيل في كل مرة بأنها تطور من ذاتها رغم الحصار المفروض. كل رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من قطاع غزة يعقبها تصريح من كتائب القسام أو فصائل المقاومة الفلسطينية بأن هذه الرشقات الصاروخية هي رداً سواء على تصريحات أمنية إسرائيلية مثل تصريحات جالنت الأخيرة التي كان هنالك استهداف كما ذكرنا إلى عسقلان أشدود وسديروت، أو بأن تكون ردا على القصف المستمر من قبل طائرات الحرب العسكرية الإسرائيلية إلى مدنيين في قطاع غزة دون إبلاغهم حتى إلى ضرورة إخلاء منازلهم ومباغتة الفلسطينيين في منازلهم. وصول مدى هذه الصواريخ هذا يؤكد بأن هنالك تطوير في العدة والعتاد لفصائل المقاومة الفلسطينية، وبأنها جاهزة على استمرار هذه العملية لفترة طويلة، ولن يكون هنالك نقص لا في المعدات العسكرية كما أكدت هذه البيانات. هنالك صواريخ وصلت بالفعل إلى منطقة المثلث، نحن نتحدث عن منطقة المثلث يعني في الشق الشمالي، وهي في أقصى الحدود للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبعد حوالي 150 كيلو متر مربع عن قطاع غزة. هذه يعني أن الصواريخ ليست فقط وصلت في مداها إلى القدس وتل أبيب، بل باقة الغربية في الشمال الفلسطيني المحتل كانت قد سمعت صفارات الإنذار قد دوت هناك، وقد لوحظ يعني سقوط وسماع صوت انفجارات في المنطقة. هذا يعني ويؤكد أن المقاومة بالفعل تمتلك أسلحة متطورة بعيدة المدى وقادرة على الوصول إلى مناطق مختلفة. ولذلك كان هناك يعني حديث عن القبة الحديدية وضرورة الحصول على يعني الدعم من أجل تطوير عملها التي لم تتمكن من التصدي لهذه الصواريخ دانا. نعم، هنالك بعض التحليلات العسكرية تقول بأن هنالك قصور في أداء القبة الحديدية، وبأن هنالك إفراغ من صواريخ التي تعترض للصواريخ المطلقة من قطاع غزة، ولربما هذا ما يعزز الرواية عدم سماع صفارات الإنذار أمس في مدينة القدس، بل كنا قد استمعنا إلى يعني ذوي انفجارات. هذا يعني بالفعل أن هنالك كان رشقات صاروخية، ولكن صفارات الإنذار لم تعمل في مدينة القدس المحتلة، وهذا ما يؤكد قصور هذه القبة الحديدية في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية. هو طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكالمته الثانية مع جو بايدن بأن يكون هنالك مساعدات مالية للتمكن من تحصين القبة الحديدية، وهذا يعني أن هنالك تقصير فعلا، وهذا ما قالته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية
بأن المنظومة الأمنية العسكرية ستفتح تحقيقا في قصور أداء القبة الحديدية. دعيني فقط أنوه أيضا أن هنالك إخفاقات عسكرية استخباراتية كانت قد تحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية متمثلة بالتسلل، وهنالك إخفاقات أيضا على مستوى جمع المعلومات، وهنالك العديد من الإخفاقات في القبة الحديدية، ولكن أيضا هنالك تردي في الوضع الاقتصادي. قناة كان العبرية كانت قد قالت بأن تكلفة الحرب في اليوم الواحدة تصل إلى 6 مليار شيكل، وهذه تكلفة عالية جدا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وأن هنالك تراجع في مستوى وفي سعر صرف الشيكل مقابل الدولار. لذلك لجأت الحكومة الإسرائيلية وزارة المالية الإسرائيلية إلى صرف 30 مليار دولار إلى الشيكل خوفا من انهيار الشيكل أمام الدولار. هذا يعني بأن الحرب تلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى الاقتصادية، منها عدا عن ذلك استمرار إفراغ المستوطنات من غلاف غزة، يعني فتح ملاجئ ومراكز إيواء للمستوطنين من هناك، وهذا يكبد إسرائيل أيضا خسائر مالية فادحة. سيكون له بالتأكيد يعني انعكاسات على الاقتصاد بشكل عام الإسرائيلي وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات دانا، ولكن يعني دعيني أتحدث أيضا عن الاشتباكات التي تدور ما بين المستوطنين في سواء كان على حاجز الجلمة في جنين أو حتى ما يحدث في على حاجز قلنديا. يعني لا زال المستوطنين يقومون ببعض الهجمات على الفلسطينيين، وهل هم لا زالوا يعني يقومون أو جيش الاحتلال يقوم بدعم هؤلاء المستوطنين؟ يعني لم تتوقف هذه الهجمات من قبل المستوطنين إلى الآن منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب، وهنالك تحذير من فصائل القوى الوطنية الفلسطينية يعني التزام المنازل خوفا من هجمات المستوطنين الذين كانوا قد انتشروا في شوارع المدينة والشوارع الالتفافية ما بين يعني المستوطنات وبين القرى الفلسطينية، والتي شهدت في الفعل اعتداء سافر من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، متمثلة في إلقاء الحجارة على المركبات أو حتى فتح النيران في بعض مناطق خاصة الضفة الغربية، وكل هذا يتم أمام مرأة شرطة الاحتلال. ولكن مدينة القدس لديها الحساسية أيضا بسبب الالتصاق المباشر ما بين الفلسطينيين والمستوطنين، وذلك بسبب التخوفات أيضا الفلسطينية بأن يكون هنالك هجوم من قبل المستوطنين على المنازل الفلسطينية في ساعات الليل المتأخرة، وهذا ما حدث فعلا في بلدة بيت حنينة. كان هنالك تجمع للمستوطنين للمحال التجارية أمام المحال التجارية وأمام منازل المواطنين هناك، وحاولوا الاعتداء على أصحاب المنازل وعلى الشبان، وكل هذا كما ذكرنا يتم تحت حراسة شرطة الاحتلال. نتحدث أن الهدوء سيد الموقف في مدينة القدس حتى اللحظة، وتنشط نقاط المواجهات والاشتباكات ما بين المستوطنين وشرطة الاحتلال من جهة وبين الفلسطينيين من جهة أخرى في ساعات الليل المتأخرة، وذلك بسبب اقتحام قوات الاحتلال لهذه البلدات والأحياء الفلسطينية، فيرد الشاب الفلسطيني المقدسي الأعزل بالحجارة مقابل الرصاصات الحية والمعدنية والمطاطية وأيضا قنابل الغاز والصوت. وكان هذا خير دليل على ما استخدمته وسائل من وسائل قتالية تجاه منازل المواطنين في بلدة فورباهر جنوب القدس، في بلدة وحي رأس العمود أيضا جنوب المسجد الأقصى المبارك، والأعنف كانت عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة المغلق منذ اللحظات الأولى لهذه الحرب مع قطاع غزة. كان هنالك اشتباك مسلح ما بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، والتي أودت إلى ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا، والحديث عن إصابات. وفي المناسبة في الحديث عن إصابات، كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد تعامل أمس مع مجموعة من الإصابات، وصلت إلى حوالي 67 إصابة توزعت ما بين الضفة والقدس المحتلة، وبين إصابات بالرصاص المطاطي والشظايا القنابل الصوتية وقنابل الغاز أو بالضرب والاعتداءات. أما في صعيد الإصابات الإسرائيلية، هذا خبر عاجل جديد يقول بأن هنالك ارتفاع في عدد الإصابات في صفوف المستوطنين في سديروت إلى 4 إصابات، وأن هنالك إصابة خطرة ميؤوس منها. هذا يرجح بأن ترتفع ويرتفع أعداد القتلى في صفوف المستوطنين. نعم بالتأكيد، هناك ننوه مرة ثانية، هناك 17 إصابة بحسب الإعلام الإسرائيلي جراء القصف على عسقلان، وكما ذكرت دانا بالتأكيد الأعداد مرشحة للارتفاع
سواء كان الإصابات أو القتلى ما بين صفوف الاحتلال الإسرائيلي. إذن كل الشكر لك دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من القدس، متواصلون معك للاطلاع على آخر التطورات.